حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم علوم الأولين، وكالعادة بنوسع الصدر حنا وياكم على سوالف وقصيد وعلوم غانمة وامثال شعبية وسباحين الأولين. بس هما خلوكم حولنا وعين منكم لا تغار. سالفتنا اليوم عن رجال قال له علي. علي هذا رجال فقير وبار ببوه وعايش في البيت الحالة هو يبوه. أبوه كان عنده دراهم وعلي ما يدري عنها. ليش؟ لأنه بخيل على نفسه وعلى علي، وحتى على أم علي الله يرحمها قبل لا توفى عايشين على بساط الفقر، وعلي ما يدري عن شيء. علي بار ببوه رغم قساوته عليه وبخله معه، لكنه بار به ويحتسب الأجر من رب العالمين سبحانه. علي ما كان عنده لا شغلة ولا مشغلة إلا شيء واحد، يظهر من فجر الله ويمر على بيوت القرية ياخذ حلالهم، هذا عنده عنز وهذا عنزين وهذا خمس، ويطلع بهن برا القرية ويرعى إلى نهاية النهار ثم يعود. طبعا من أول كانت الحالة بسيطة، فمستحيل واحد عنده عنز ولا عنزين ولا حتى عشر يعطيك دراهم مقابل هالرعي، لكن مثلا هذا يعطيه سمن وهذا يعطيه عشان جاهز وهذا يعطيه شيء على ما قال ياكله هو أبوه. المراد يعطونه الشيء اللي يسد جوعه وماشي، والحياة زينة وعلي مبسوط ومروق وما يحلم إلا بالزواج. لكن وين زواج معه يا علي؟ وانت عشاك يطرد غداك. وكيف الشغلة معك يا علي؟ والله الشغل مثل ما انت شايف، سارحين بالغنم ورايحين بالغنم، وما معي قروش ولا إن كان ما اشتغلت عند الناس. طيب وليش ما تهج وترحل عن الدير وتروح تشوفك شغل؟ وين اروح والقى حم عندي في البيت ما عندها احد؟ الله يعينك ان شاء الله. امين. علي جالس في هالمرعى والحلال حوله، وهذا حلال الفلان وهذا حلال الفلان، ومروق ومسرح وما غير يسمع لها العصافير ويشم هالريحة وما له من الشيطان طاري، ويغني بعد كم جبال تطيح من البروق وكم جبال تهز، لكن أما شادى لو هزها البركان مهتز له. يوم لد انظره ولو والله هاك الشوفة، استغربها شاف عنز ما هي من الحلال ولا هي من الحلال اللي معه ولا هي من حلال أهل الديرة. استغربها يوم ناظر لأن حس إنها ناشبة أو متعلقت لها في محل، وتوجه العنز ولينها والله فعلا عنز وناشبة رجلها فيها الحصى. طبعا علي رحم وأي واحد في محله بيسوي نفس الشيء، حب إنه يساعدها، لكن ليته ما ساعدها ولو والله الشوفة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، من انت؟ انا حزيمة. انت جنية؟ ايه جنية. اعوذ بالله منك. تراني مسلمة مسالمة ولا بأذيك. اقول اعوذ بالله منك، فكيني من شرك. انت ساعدتني وانا حابة اشكرك. اعوذ بالله اعوذ بالله. لازم أشكرك. يا حزيمة يا حزيمة، فك الرجال من شرك. علي ما يبيك، لا تنشبيل حتى لو إنه ساعدك، تراه مرتاح والله يلوم اللي يلومه. علي ما يدري هو بالسماء ولا بلغ، الرجال هج ما عاد يدري عن الحلال. الحلال تفرق، واللي ضاع واللي راح له في شعيب واللي منه، وما عاد هم حلال ولا حلال الجماعة ولا الأمانة. هج البيته وقام يشرح السالفة لكل واحد يقابله ولا صدقه. يا رجال مسخنتك، يا رجال أم على ما قال غفيته، يا رجال تلقاك ماخذ لك غفوة ثم سمعت لك صوت ما تدري في حلمك. يا رجال سواليفه بالحلال ولا حد صدقه، ألين جاء رفيقه عطية. يا عطية يا عطية، والله انها كلمتني. وش بك ابن الحلال؟ تعود من الشيطان. يا عطية انت رفيقي، والله لو اقولها للجماعة ما يصدقوني. يا ولد الكلام، ترى اللي تقول انت ما يدخل الراس، وش بك؟ اقول والله ما توهم، والله العظيم اني سمعتها. يا ابن الحلال يمكن شكلها شمس انصابتك. والله العظيم ما هي شمس،
طيب ما علينا من ذا الكلام كله، غنم الجماعة وين هو؟ غنم الجماعة والله ما دريت عنه، من يوم سمعتها عقلي طار وشرت. طيب يصير خير يصير خير. يا علي يا علي علي، بسم الله الرحمن الرحيم، انت من؟ نسيتني يا علي، انا حزيمه. كيف صرتي كذا؟ انا طلعت لك بشكل الحقيقي لانك ساعدتني وابغى كافئك. تزوجني يا علي. انت تبغين تجننيني؟ اذا ما تزوجتني اهلي بيقتلوني. وانا وش دخلني اهلك يقتلونك؟ وليش انقذتني من البداية؟ غلطة عمري. تحمل غلطتك ولازم تتزوجني. والله العظيم والله العظيم انها جاتني في البيت. يا مزح، انت بعقلك انت صاحي؟ والله العظيم ما كذبت. المهم جيت ابلك ان عارف يبغاك. يبغاني؟ وش يبغي؟ انت شكله صدق والله عقلك ما عاد منه ولا حبه. والله اني صاحي. اقول يباك عشان الغنم حق الجماعه اللي ضيعته. طيب خير ان شاء الله. المهم انا بروح معي شغله وباغلقها واستاذنك. نبينا ونصلي عليه يا رب. اللهم صل وسلم. يا علي، الجماعه جوني وكلهم يقولون انك ما رديت غنمهم، والحين الناس تبغى حلالها ترده لهم طال عمرك، وأنا بحكم عليه بحكم. إن شاء الله أنكم ترضونه وتوافقون عليه. إن شاء الله إننا راضين بحكمك يا شيخ. الله يعطيك العافية. شوف يا علي، الحكم الأول، رجالا تحضر الغنم وتعطيه كل واحد حلاله. طيب والحكم الثاني؟ أيوة الحكم الثاني، إما قدرت ترد الغنم لأهله الله يفتح، والله أننا نبريك، أنتم بيت طيب، ما أنتم بيت سروقي، تعطي كل واحد قروش قيمة حلال. يا شيخ أنت عارف البير وغطى، والله ما عندي شيء. يا شيخ علي، وتعرف رجعنا على قد حاله وبه تعب طريح الفراش، ما ودك ترحمه؟ الله اللي يرحم، الله اللي يرحم يا رفيقي، لكن حقوق الناس والله أنها بترجع لهم واحد ورا الثاني. أسمع يا علي، أبعطيك 10 أيام من الليلة، أما رجال أن ترد الحلال لأهله، ولا رجال أن تجي قروش تعطي كل واحد قروشه، وعلم ثاني ما أبغى أسمعه. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم عليه. الله يعيننا إن شاء الله. إيه يا علي، يا عزتي لك يا علي، هنت تلقاها من هالحلال اللي ما عاد تدري وينه، وكله الذي هو دخل على ديرة ثانية، هو مات ولا من حكم الشيخ ولا من هالجماعة اللي ما هم خلين حقهم، ولا من حالك ووضعك وفقرك، ما لها إلا الله سبحانه وتعالى. يصفك كف من كف. طبعا حزيمة استغلت هالموقف، هي بعد موقف علي معها وفزعته لها يوم الوادي، قالت بس كأنه بدأ يدخل قلبها حب علي، ويوم أنه انحكم عليه وصار في حاجتها حبت أنها تقايضة، وأكبر فرصة الحزيمة تجاه معشوقها علي، والله لا يعيدها المحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، وش تبغين مني؟ وش قلك الشيخ؟ ما هو شغلك، ابعدي عني، أعوذ بالله منك. أنا أعرف وش قلك الشيخ، بس حبيت أساعدك. تساعديني؟ كيف تساعديني؟ رجع لهم الحلال. طيب خير إن شاء الله. الجنية حزينة اشترطت على علي أنه يتزوجها مقابل أنها ترجع لحلال الجماعة. قال أنت صاحية، مهبول أنا عشان أعرس على جنية؟ لا لا لا، بدأ عوض الله من شرك.
أنا ما بيت جعل حلال الجماعة كله ما يعود. وش بيقولون عن الجماعة؟ وش بيقولون عن الناس؟ وحتى لو ما عرفوا أنا مرتاح منك يوم أشوفك في المرعى، والحين أبعرس عليك وبتقعدين في البيت مقابلة وجهي؟ لا والله ماني بنايم الليلة وأنت عندي، مستحيل أتزوج. لكن يوم قعد بينه وبين نفسه وقلبها في راسه والديانة يطقون بابه والشيخ حاكم عليه، ولا والله انها يمه قلبها في راسه، قال انا لله وانا اليه راجعون. تدري هي خربانه خربانه، نعرس عليها ونشوف عرس الجن لعله ابرك لي من بنات الديره. وفعلا جت حزيمه ورجعت الحلال، وقام علي ساق الحلال للشيخ وشهده وعطى الحلال كامل للجماعة وبرى ذمته، وحزيمة صفاء لها علي. آمر يا شيخ، وش تبغي مني؟ الحلال ورجعته. بيض الله وجهك، بس والله عندي سؤال. أسأل. أنت كنت داس الحلال؟ لو أني داس الحلال ولا بسرقه ما كان رجعته. والله أنك صادق، صدقت والله أن الموضوع محير شوي. هذا شغلي ودخيلك، لا تنشدني عنه. ما دام أنك رديت الحلال لأصحابهم الله يجزاك خير وبيض الله وجهك. وجهك أبيض يا شيخ. أنت بيضتي وجهي عند الجماعة، وأنا والله إني حبيتك. قلتك من بدري لازم تتزوجني. أجل الله يعمر بيتنا ويكتبك زوجة صالحة، ولا وصيك على أبوي. أبشر من عيوني الثنتين، بس عندي شرط. وشو شرطك؟ لا تسألني عن أي شيء أسويه، وإذا سألتني 3 مرات حرمت عليك وبرجع لعالمي. وش اللي يمنعني ما أسألك؟ أنا جنية أشوف أشياء أنتم ما تشوفونها وأتصرف حسب اللي أشوفه. في أشياء مو لازم تعرفونها، وهذا أنت بدأت تسأل، بس ما راح أحسبها عليك. خلاص أبشري ولا يصير خاطر كله طيب. علي فعلاً أعرس على حزيمة، لكن لا تسألوني شلون، انسي وتزوج جنية. جابوا طقاقة، ما جابوا طقاقة، حطوا بوفيه مفتوح، من دعوا من نادوا الله أعلم، لكن علي أعرس على حزيمة. قهوتك عجبتني الله ما أحلاها. بالعافية يا علي. وش فيك؟ أقول أصح ولا كلمة؟ وش تسوين؟ ليش كذا؟ قلت لك أصح ولا كلمة. ليش ذبحت الدجاجة؟ باقي لك سؤالين يا علي، تراك خلفت بالوعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مرحبا، حياكم الله. الله يبقيك ويسلمك، وهذه أول وجبة قلنا نجي نجربها لك بعد الزواج نشوف عنك. رجال وانعم. ما عليك زود. أنت من يوم رديت حلال الجماعة والله كبرت في نظري. هذه أمانة والله عاني ورديتها. ما قصرت، هذا حكم الشيخ ونفذته، وبيض الله وجهك. ووجهك أبيض. هيا أستاذنكم بروح أشوف الغداء. أنا معك. ليش كذا؟ ترى قلت لك لا تسأل عن شيء. أنت جلسة العبيبي؟ ترى باقي لك سؤال. وين أغذي وجهي من الضيفان؟ كيف أغذيهم؟
المعذرة منكم يا جماعة. عسى ما شر. غداكم ما تم. يا رجل ما جينا إلا نسلم عليك ونشوف أخبارك ونتقهوى معك وبنمشي. بيض الله وجيكم واستروا ما واجهتم. ما واجهنا إلا الطيب. ما واجهنا إلا الطيب. طبعا علي بدأ يفكر ويهوجس وتقل إنه بدأ يتحسف على هالزواج. تصرفين راحوا وسأل فيها وفرصتين راحت وما عاد باقي إلا فرصة. والمشكلة أن تصرفات حزيمة كانت غريبة بالنسبة لعلي ولا اقتنع فيها، وهذا الشيء اضطره أنه يسأل. وكان يقرقع في خاطره، حزيمة ما جاوبته وباقي له فرصة واحدة وتروح لهلها. لكن بين فرصته الثانية وفرصته الثالثة والسؤال الأخير اللي بعده الطلاق، توفى أبو علي الله يرحمه. وحزن عليه علي حزن شديد، وما كان عنده أحد يواسيه. رجال فقير وما أحد يمه، ما عنده إلا هالجنية تواسيه. الله يرحمك يا أبي، والله إني ما تعودت على فرقك. الله يرحمه، الله يرحمه يا رب. الله يجزاك خير. أحسن الله عزاك. الله يجزاك خير. روح اغسل الصبح وادفنه. إن شاء الله وبروح أدفنه. الله يحسن عزاك يا علي ويرحم ويغفر لك. كم من خيرة الرجال والله. الله يجزاك خير. وش بمرتك تضحك؟ ما أدري عنها، الله أعلم. قم قم قم، خلنا نروح نقبر. قم، الله يرحمه. وش سويت اليوم؟ ضحكتي يوم جنازة أبي، حتى الجماعة سمعوك. هذا السؤال الثالث، وأنا حرمت عليك دي الحين. أنت طالق وأبغي أعرف كل شيء. إيش تبغى تعرف بالضبط؟ ليش ذبحت الدجاجة؟ الدجاجة كلت حبة البركة، لو بلعتها كان راحت البركة من هذا البيت. ليش كفحتي غدا الضيفان؟ القدر طاحت عليه حشرة سامة، لو كلوها ضيفانك ماتوا. ليش ضحكتي يوم جنازة أبي؟ أبوك الله يرحمه عاش ومات بخيل، وما تصدق بحياته إلا بقشة سبقته لقبره، حلاله مدفون تحت فرشته. وكذا حل الفرق بيني وبينك يا علي. حصل الطلاق وعلي افتك من حزيمة، لكنه بعد مدة وبيوم من الأيام ومنسدح ويبي غفي، تعبان من فجر الله وهو طالع بحلال الجماعة. منسدح وتعبان ويبي ينام، يوم قام يهوجس وتذكر كلام الجنية حزيمة له، خص في سؤاله الثالث يومها تضحك على موت أبوه. قام يفكر ويهوجس وفهم أن أبوه عنده حلال وبخلن عليه. قال هو صدق كل هالسنين وما عنده شيء، وكل هالسنين وهو بخلن علي. وينقز من فراشه ويقعد يحوس في البيت ويدور ويعود على فراش أبوه اللي توفى عليه ويحفر تحته ويلقى هكا الكنز وهكا الدراهم اللي أبوه يجمعها من طلع على هالدنيا، وهو اللي يضحك ويدعي الحزيمة إن الله يوفقها. طبعاً مثل هالسوالف وهالقصاص الأولين كانوا يسمونها سباحي، الغرض منها أولاً التسلية، والأمر الآخر وهو الأهم هي الحكم الموجودة فيها، إن الأمور ما تؤخذ بظواهرها. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم، وموعدنا معكم في الحلقة الجاية. بس هما عين منكم
لا تغاب. Thank you.